بص بقى، طالما هتلعب في اللينكات، في الفيزابيليتي بتاعت اللينكات من غير ما تغير حاجه عندك، من غير ما اغير حاجه عندك، هتروح عامل بي بي وتروح لمين؟ بالعقل كده، بالمنطق، اروح لمين؟ اروح للريفت لينك، لان انا عايز العب فيها، هي عايز اعمل شغل جوه الريفت لينك نفسها، مش عايز اغير حاجه في الانوتيشن. لو غيرت في الانوتيشن هتاثر على كله، ولو غيرت في الموديل كاتيجوري بتأثر على كله، لكن الريفت لينك لا، انا عايز اغير حاجه جوه اللينكات بس. فده كده الاوبشن اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب تعالى بقى نعمله دلوقتي. عايز اغير باي هوست فيو. بص، في حاجه اسمها ديسبلاي سيتنج، لو مسكت اي لينك جواه حاجه اسمها، او هنا يعني الاوبشن اللي هو واخده حاجه اسمها ديسبلاي سيتنج. الديسبلاي سيتنج دي الديفولت بتاعها باي هوست فيو. يعني ايه باي هوست فيو؟ يعني السيتنج بتاعت اللينكات بتفولو الفيو. باي هوست فيو دي يعني بتفولو الفيو، يعني اللي هيتعمل في الموديل كاتيجوري واللي هيتعمل في الانوتيشن زيه هيأثر على الريفت لينك. خلاص، طالما واخده باي هوست فيو كده، يبقى اللي هنعمله هنا وهنا هو اللي هيتمبلمنت على الريفت لينك. مفهومه دي يا جماعه؟ طالما هنا باي هوست فيو، يعني كاني بقول له اعمل فولو في الفيزابيليتي سيتنج بتاعتك او الديسبلاي سيتنج بتاعتك للي هعمله هنا. سواء بقى لو شلت الجريدز كلها، لو انا شلت الجريدز كلها يبقى هتشال من اللينكات، لو انا اظهرتها هتظهر في اللينكات. فهو ده الكرنت كيس، يعني ده الحاله. عشان كده لما بشيل الجريدز منها بتشال كلها، بتشال في اللينكات وبتشال عندنا. يبقى انا بقى محتاج افصل الفصله دي بقى، محتاج اخلي اللينكات ما بتعملش فولو للكلام ده، صح كده؟ يبقى انا كده محتاج اعمل فصل. يعني ايه فصل؟ يعني اللينكات ما تعملش فولو للفيزابيليتي بتاعت اول عمودين. هو ده اللي انا هعمله دلوقتي حالا. فبغير ايه؟ بغير باي هوست فيو دي. فبروح دايس على باي هوست فيو هنا للمعماري، هلاقي ثلاثه اوبشنز، هلاقي ثلاثه اوبشنز. اول اوبشن اللي انا باي هوست فيو، وباي لينكد فيو دي سيبك منها، عندنا كاستوم بقى. كاستوم دي بقى يبقى انا هعمل حاجه بقى، حاجه متغيره. يعني ايه حاجه متغيره؟ يعني حاجه سبيسيفيك كاستوم. باي هوست فيو دي عرفنا خلاص هي ايه، بيعمل فولو للموديل كاتيجوريز وكده، لكن كاستوم دي يبقى انا هلعب بقى في اللينك ده لوحدي. طيب هروح لمين؟ الجريدز دي والسكوب بوكس والماتش لاين محطوطين فين؟ محطوطين في الموديل كاتيجوري ولا الانوتيشن؟ لا، محطوطين في الانوتيشن. خلاص يبقى نفتح الانوتيشن. طيب هلاقي الانوتيشن مش اكتف. تمام، ليه؟ لان هنا باي هوست فيو، فانا برضو هغير دي اخليها كاستوم. طيب لما اجي اخليها كاستوم اروح عامل ايه؟ اروح عامل كاستوم، وبعد كده اروح رايح بقى شايل الجريدز من هنا. خلاص كده تمام، بس كده. طيب تاني، واشيل ايه تاني بالمره؟ السكوب بوكس، وتاني بالمره الماتش لاين. يبقى انا كده من موديل المعماري شلت منه السكوب بوكس والماتش لاين والجريدز من موديل المعماري. طيب كده بص بقى، موديل المعماري بقى اسمه كاستوم، وموديل الانشائي لسه باي هوست فيو، فالجريدز بتاعت الانشائي ظاهره لسه. طيب تعالى بقى بالمره نعمل نفس اللي عملناه في المعماري في الانشائي. تعالى بقى نعمل نفس الخطوه. فانا هروح قايل له ايه دلوقتي؟ باي هوست فيو، اروح دايس عليه واروح رايح لكاستوم واقول له انوتيشن واقول له باي هوست فيو كاست. نفس الخطوه بالظبط، هي هي. اروح شايل السكوب بوكس وشايل الجريدز وشايل الماتش لاين اهو. خلاص كده شلت الاثنين. خلاص يبقى انا كده عملت، فصلت بقى. بص بقى، هنا ما بقتش باي هوست فيو. ما بقتش باي هوست فيو دي معناها ايه؟ معناها ان انا فصلت بقى، فصلت السيتنج، الديسبلاي سيتنج اللي هي بتاعت اللينكات عن دول. يعني هنا هتلاقي الجريدز باينه اهي، بص كده الجريدز اهي باينه، بس جوه اللينكات لا. هو ده اللي انا عملته دلوقتي. طب تعالى ندوس اوكي بقى كده، هتلاقي بقى بص ادي الفيو نضيف معايا اهو، بقى في الجريدز بتاعتي انا بس. خلاص انا شلت بتاعت المعماري والانشائي، خلاص بقت بتاعتي انا بس اللي موجوده. خلاص، فانا ده الخطوه اللي بعملها علشان انضف الفيو بتاعي. يبقى انا دي كده اول خطوه عملتها عشان الفيو بتاعي يبقى شكله كويس، عشان اعرف اشتغل عليه، ما يبقاش زحمه، ما يبقاش فيه كذا جريدز فوق بعض والدنيا كده ايه، حتى مش هتريحني وانا شغال. طيب يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت فصلان ما بين الجريدز من اللينكات. خلي بالك عشان دي تريكه. طيب